اسمي روان ميلاد قداح، مواليد 97. أبي اسمه ميلاد موسى قداح. عائلتنا مؤلفة من 7، أبي وأمي ونحن أخواتي 5. أبي كان يشتغل قبل الأحداث مزارع، يعني كان عنده أراضي يزرعن وكذا. مع بداية وطبعا قبل الأحداث أنا وأبي كان دائما أفكارنا متناقضة مع بعضها، يعني أي شغلة كنت أعملها كان هو يضربني عليها، وبعد أي نقاش بيني وبين أبي كنت أعرف إنه في قتل بالنسبة لإلي. مع بداية الأحداث طلعت المظاهرات، بعد هيك المظاهرات المسلحة. مع بداية المظاهرات المسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4، وكان معهم سلاحهم طبعا بارود روسي وغير هيك. أنا كان يفوتوا معي سلاح تاني بس أنا ما كنت أعرف شو هو. أنا استغربت من هذا الشيء. 15 يوم يعني أبي لا أمي لا أخواتي يفوتوا لعندي بغرفة معزولة تماما عن الوضع الخارجي برا، لا تلفزيون ولا تليفون، يعني غير أطلع الحمام وفوت بس. يعني كان وقتها بهاي الفترة استغربت من تصرف أبي إنه مدللني يعني بالأكل بالشرب يجيب لي شو بدي، بس يعني ما نعني عن التواصل الاجتماعي براني بالمرة، حتى المدرسة ما نعني إنه روح عليها. بعد فترة 15 يوم إجا أبي لعندي فعم بيقول لي إنه كرمال روح على الحمام كرمال اتحمم. فأنا استغربت منه وفرحت بنفس الوقت إنه بدي فوتني على الحمام بعد 15 يوم. فورا أخذت ثيابي ورحت على الحمام. وأنا عم اتحمم هونيك إجا لعندي واحد تقريبا عمره فوق 50 سنة، فهو ما كان لابس غير ثيابه الداخلية. بحاول إنه يعتدي علي بالحمام بس هو ما حسن، يعني الحمام ضيق وأنا كنت صرخ وعيط فما حسن إنه يعمل شيء بالحمام، فشدني من شعري وأخذني على الغرفة. فأنا عم صرخ وعيط بالغرفة كان أبي سمعاني يعني، بس هو ما إجا لا ساعدني ولا حتى طالع الزلمة من عندي. فهذا الزلمة اعتدى علي، كنت أنا عذراء بهذاك الوقت، فهو اللي فك لي بكارتي. بعد هيك فورا ما في ثانيتين ولا انه فايت زلمه تاني لعندي، يعني لسه ما لحق هداك يطلع عم فات لعندي واحد تاني. قمت انا كمان نفس الوقت صرت صرخ وعيط وكذا، بس اثناء اني عم اصرخ وبعده عني قمت غبت عن الوعي وما عاد وعيت على شيء لفتره تقريبا صحيت بعد ربع او ثلث ساعه. بعد هيك بعد ما صحيت انه صرت ناديت لابوي، أم إجا أبي لعندي على الغرفة. فأنا عم قل له إنه ليش هيك عملت وإجوا لعندي وكذا، وليش ما فتت لعندي وأنقذتني منهم وكذا وهيك. فهو عم بيقول لي إنه معلش هذا كلياته جهاد، وكل ما أنت عملتي هي الشغلات كل ما خليتي واحد من المجاهدين ينام معك، كل ما زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وحتى لو متي رح تموتي شهيدة وفورا رح تفوتي على الجنة. ويعني صار انه يحكي لي انه هاد كلياته جهاد. بعد ما اعتدوا علي هدول الاثنين انا صابني نزيف وضل معي النزيف فتت 20 يوم. فطلبت من ابي انه يجيب لي ادوية او ياخذني على الدكتور، فهو كان يرفض، ما كان لا ياخذني ولا يجيب لي ادوية. وكمان نفس الشيء انه كل ما يفوت لعندي حدا مثلا حاول امنعه او شيء، فاحيانا انا غيب عن الوعي. فمرة فات لعندي واحد أنا كنت بعرف شكله لأنه كان دائما إنه بسره على المدرسة، كان دائما يوقف بآخر الحارة يصير يلطش البنات وكذا. فات لعندي هذا الشخص، فأنا عم أقول له إنه حاولتني استعطفه إنه أنا بنت بلدك وكرمال الله لا تعمل معي هيك وكذا. فهو عم بيقول لي يعني إذا قلت غايب عن الوعي أبوك ما وفرك، أنا هلأ ضلت علي ما وفرك. فأنا كرمال هيك بتوقع إنه أبي نايم معي، بس أنا ما كنت وعياني يعني على فترة إنه نام معي. بس هو هذا الشخص إنه قال لي إنه أبوك ما وفرك، فكرمال هيك أنا استنتجت إنه يمكن أبوي يكون نايم معي. حاولت أهرب يعني وقت أبي طالعني على الحمام كنت حاول إني أهرب، بس يعني إذا بدي أطلع من البيت بدي، نحنا بيتنا ما في إله غير باب، يعني باب وحيد إنه للشارع. فإذا بدي أطلع من هذا الباب بدي أكيد المسلحين وهن عنا أكيد رح يشوفوني، لأنه باب البيت مطل على الشباك اللي تبع الغرفة اللي قاعدين فيها المسلحين، فكان من المستحيل إني أطلع من البيت. بعد ما كان يطلع من عندي كان يحكي لهم قبضني، فأكيد معناته إنه كان ياخذ مصاري. بعد ما دخل الجيش عنا على البلد على نوا، أبي والمسلحين اللي كانوا معه كلياتهم طلعوا من البلد، يعني طلعوا من نوا وتوجهوا على ضيعة اسمها تسيل هي حد نوا. ورجعت أمي وأخواتي على البيت. بهاي الفترة انه انا عم اسأل امي انه ليش تركتيني وليش رحتي وانا هيك هيك صار معي، عم احكي لها انه شو صار معي.
بس هي يعني انه كانت تحكي لي انه كل شيء صار معك معلش، و ما كان يعني اذا بدك تحكي لحدا بدي اضربك بدي موتك، يعني ما كان عندها اي معنى، يعني ما حاولت تهديني، ما حاولت تعمل اي شيء انه تقول غصب او شيء، لا بس انه كانت تقول اذا بتحكي لحدا او بتجيبي هاي السيره لحدا انا راح اضربك راح موتك. فبعد هيك كان ابي دائما كمان يتصل في امي وانه يطلبها يتعكر ما تروح لعنده على الضيعه اللي هو فيها. فكانت هي الصبح تطلع من البيت قبل ما تطلع تغير اواعي الداخليه والخارجيه وتطلع ترجع المساء، بعد ما ترجع كانت دائما تتحمم. فانا استنتجت ان هاي الشغلات كلياتها انه هي اكيد كانت تروح لعنده وكمان كانت تعمل يلي بيسموهن جهاد النكاح. بعد فترة اتصل ابي في امي وعم بيقول لها انه جيبي لي روان وتعالي. فانا استخلصت انه اكيد هو بده يعني يروح لعنده على هي الضيعة كرمال انه يعمل معي مثل ما كان يعمل معي اول شيء فكرة جهاد النكاح. كرمال هيك انا اول شيء قلت لامي طيب اوكي لبسنا وجهزنا حالنا وطلعنا بالسرفيس يعني رايحين على العتلة التسيل. هنيك مرينا بحاجز كان بآخر نوى، فصرت أنا صرخ وعيط على هذا الحاجز. أمو نزلوني هنن الجيش نزلوني سألوني إنه شو صاير معك شو كذا، فأنا قلت لهم إنه شو صاير معي طالبة حمايتكم، فهنن حطوني مركز الرعاية ووصلوني لهاي المرحلة اللي أنا فيها هلأ. لماذا تدفعون باتجاه تدمير؟ ماذا فعلت لكم سوريا؟ سوريا كانت أكثركم عروبة. سوريا عندما كنتم تبيعون سماحة المجاهد العلامة المفكر الإسلامي السيد حسن نصر الله كنتم تبيعون وتتجسسون عليه، كانت سوريا تحميه. الصواريخ التي أطلقت من غزة من أين جاءت؟ من الدوحة؟ من أبي ظبي؟ من الكويت؟ هذه الدول أنا زرتها، فيها نوادي ليلية، فيها مطربات عربيات كنا شريفات صرنا عاهرات، فيها نوادي اللواط والتخنت وبيع المعلومات للأمريكي.